الرئيس السيسي يعقد غدا الأحد جلسة مباحثات هامة بالقاهرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن البدء اليوم في اتخاذ إجراءات طباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية. مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين من القوات الشعبية التابعة للجيش السوري خلال قصف للجيش التركي بمنطقة عفرين. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في مستهل نشرة منتصف النهار من قناة النيل للأخبار. تحية لكم. يبدأ غدا الأحد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود زيارة رسمية إلى القاهرة تستمر على مدار 3 أيام. ويبحث في هذه الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تدعيم العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات. تواصل القوات المسلحة والشرطة عملياتها العسكرية الشاملة في سيناء منذ أكثر من أسبوعين لتطهيرها من العناصر الإرهابية. كاميرا النيل رصدت تنفيذ قوات المدفعية لهجمات على مواقع للإرهابيين في سيناء. رصد ومتابعة وتنسيق تشهده غرف عمليات القوات المسلحة لتحديد أوكار التكفيريين على الأرض من خلال المعلومات الواردة إليهم لتتعامل معهم القوات. بعد أن تم رصد تحركات أوكار الإرهابيين والتكفيريين في أحد مناطق وسط سيناء، سنذهب إلى تلك المنطقة وسوف نرى التعامل من خلال مرابط المدفعية التي يقودها جنودنا الأبطال من خلال هذه المدرعة، فهيا تابعونا سننتقل إلى هناك. وصلنا إلى إحدى المناطق التي يوجد بها عمليات هنا في وسط سيناء بعد أن تم رصد تحركات التكفيريين بغرف العمليات بوسط سيناء، وتم تحديد الإحداثيات وقوات المدفعية وعناصر المدفعية تقوم بقذف المدفعيات على الأماكن التي تم تحديدها من قبل عناصر الحرب الإلكترونية خلال أيضا بعض الشاشات المتواجدة. تم رصد كل تلك التحركات وتم يعني منذ وقت يعني القذف بالعديد من الدنات المدفعية داخل أوكار التكفيريين وعلى رؤوسهم. نحن الآن متواجدين بالقرب من خط النار في إحدى مناطق العمليات في وسط سيناء. يعني هذه الأرض ربما تحمل قصصا أخرى، يعني بخلاف العمليات الإرهابية هناك قصص لبعض الجنود والأبطال التي يعيشون، يعني ومنهم يعني من قضى مدة جيش وطالب يعني كما نرى وطالب بالاستمرار في هذه حتى تقضى هذه العملية، عملية سيناء الشاملة 2018. على الخطى تسير عملية سيناء الشاملة 2018 وتسير معها يد العون من القوات المسلحة بتقديم المساعدات لأهالي سيناء للتخفيف عن الأسر والأبناء في كل أرجاء سيناء. سنكون معكم اليوم في إحدى القرى التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء لمتابعة ورصد عربات أو سيارات القوات المسلحة المصرية، وهي تقوم بتوزيع بعض الحصص على المواطنين في هذه القرية. فوسط يعني هذه الحرب الدائرة على الإرهاب، لا تنسى القوات المسلحة المصرية تدعيم أهالي سيناء ببعض المواد الغذائية، فهيا تابعونا إلى هناك.
سنحاول أن نجري بعض الحوارات مع المستفيدين من المساعدات التي تقدمها القوات المسلحة. وتكلمنا عن المساعدات اللي بتقدمها القوات المسلحة، أنت شايفها إزاي؟ إزاي بتساعدك في يومك؟ والله كل فترة بتيجي على القوات المسلحة توزع علينا زي كده يعني عشان معيشة هنا. بس والله بشكر القوات المسلحة على المساعدات اللي بتعملها يعني والحماية لنا، ونطفي إن شاء الله سينا من الإرهاب. طب انت شايف الحصار اللي فرضاه القوات المسلحه على اوكار الارهابيين، هل ده انت شايفه بيأثر عليك ولا امورك الحياتيه ماشيه؟ لا بالعكس، ده بيحميني، هو بيطهر سينا من الارهاب، بيحميني انا المواطن العايش هنا. بس طب ايه الرساله اللي انت بتقولها اهالي سينا ودعمهم للقوات المسلحه في العمليه الشامله سينا 2018؟ والله بقول لهم ادعموا الجيش عشان الجيش يعني يوقف معاكم عشان تعرفوا تاخدوا حقوقكم وتحافظوا على بلدنا مصر الحبيبه. تحيا مصر. اشكرك يا محمود. كمان نقدر كمان نشوف بعض الاراء الاخرى مع احد المواطنين. لو اتكلمنا عن المساعدات، انت شايف المساعدات دي ازاي بتساعدك ازاي فيهم؟ جميله جميله، بتوفر مننا يعني احنا مصاريفنا ثقيله، فطبعا ما بتوفر في الدخل شويه. انت اسرتك كام؟ انا معي 5 اولاد ومراتي. بس طب في ظل الظروف اللي بتعيشها سينا، الظروف الصعبه يعني محاربه القوات المسلحه ضد الارهاب، الرساله اللي انت بتقولها يعني اولادك، هل في معاناه ولا ايه الرساله؟ لا ما فيش معاناه خالص، ما فيش والله، احنا كل حاجه هنا متوفره والحمد لله. ونشكر القوات المسلحه، نقول للعربيه رب ينتقم منكم ورب تحيا مصر وتعيش مصر سالم امن ان شاء الله. كمان هناخد كمان احد العناصر النسائيه، نتعرف عليكي. اسمي امن عيد. امن، شايف المساعدات اللي بتقدمها القوات المسلحه دي ازاي؟ بتساعدك ازاي في يومك يعني؟ والله بتساعدني يعني كتير. انت اسرتك مكونه من قد ايه؟ ايه؟ اسرتك كم فرد؟ عيالي؟ ثلاثة. طيب بتعيش ازاي في ظل الظروف الصعبة اللي حواليكي؟ والله ظروف صعبة، احنا في سينا هنا ما فيش يعني في حياة يعني، كل حاجة يعني من البلد هناك من حسنة ومن العريش بتيجي لنا. يعني هنيش ما فيش حاجة عندنا. طب رسالتك للقوات المسلحه المصريه في حصارها على الارهابيين، بتوجه لهم ايه؟ بتقول لهم ايه؟ والله يصلح حالهم ربنا، ده هم ربنا يصلح حالهم. ده هم بيحرسونا والله احنا ما بنعرفش عنهم. هم يعني قاعدين كل كده واحنا في بيوتنا وهم حارسيننا. شكرك جدا، شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا. زي ما احنا كمان شفنا يعني مساعدات عديده من القوات المسلحه تقدم للقرى في اهالي سيناء وسط هذا يعني الحصار ضد الارهابيين. لا تغفل القوات المسلحه المصريه مساعده المدنيين، وايضا راينا كيف دعمهم للقوات المسلحه المصريه في حربها ضد الارهاب. من وسط سيناء، رمضان المطعاني. اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين إطلاق عملية شاملة للتعمير والتنمية انطلاقا من رؤيته بأن مواجهة الإرهاب لم ولن تثني الدولة عن السير في طريق البناء والتنمية. ويرى الخبراء أن العملية سيناء 2018 التي تنفذها القوات المسلحة مع قوات الشرطة عملية شاملة بالمعنى العسكري والأمني، تستهدف ملاحقة الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم لاجتثاث الإرهاب من كامل التراب المصري. وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم القوات المسلحة ببطولات جليلة على أرض سيناء في إطار العملية الشاملة سيناء 2018 للقضاء على الإرهاب، تمهيدا للمراحل اللاحقة من التنمية الشاملة لسيناء. بناء وتطوير القوات المسلحة المصرية بهدف المحافظة والدفاع عن الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. الأسلحة اللي جت الجديدة، غواصات، طيارات، حاملات طائرات، كل ده يدل على دعم القوات المسلحة، يدل على ثقة للسيد الرئيس السياسي بين الدول الكبرى اللي هي بتدعمنا بالسلاح. احترام، وعارفين ان السلاح ده لن يستخدم ضد اي دولة، ولكن السلاح ده يستخدم من اجل الحفاظ على الامن القومي المصري والعربي. ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في محاربة الإرهاب فقط، إلا أنها تواجه تحديات عدة، فبالتوازي مع حربها الشرسة على الإرهاب تخطو القيادة السياسية خطوات جادة على طريق الإصلاح الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية. والله القيادة السياسية حاليا بتتجه في اتجاهين وماشية في نفس الاتجاهين بنمط واحد وبخطوات ثابتة واحدة، الاتجاه التنمية ودوت الاتجاه ده مهم جدا في محاربة الإرهاب، تمام، والاتجاه دوت أساسا
من الاتجاهات اللي هي هتقصى وهتجفف منابع الارهاب، والاتجاه الامني طبعا اللي احنا كلنا ملاحظينه وكلنا شايفينه ان فعليا في عمليات كبيره بتحصل، ودوت اكيد هيخلص على الارهاب في مصر. الخبراء واكدوا ايضا ان القياده السياسيه تساوي في الجهود المبذوله على جميع الاصعده، وياتي ذلك اعمالا بالشعار الراسخ يد تبني ويد تحمل السلاح. خطواتنا جاده على طريق دحر ومكافحه الارهاب والحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية، حيث تعد قضية مكافحة الإرهاب واكتثاثه من جذوره من أبرز الأولويات على أجندة القيادة السياسية. أمل صبري، النيل. أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستبدأ اليوم في اتخاذ الإجراءات المتعلقة بطباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية. اتفقت الهيئة مع إحدى الجهات لطبع 60 مليون بطاقة اقتراع للانتخابات الرئاسية، كما ناقشت التفاصيل المتعلقة بطباعة أوراق الانتخابات من محاضر الفرز وكشوف الناخبين وجميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية. نظمت حملة كلنا معاك من أجل مصر بمدينة السلام مؤتمرا حاشدا لدعم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. نظمت الحملة الرسمية لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي كلنا معاك من أجل مصر مؤتمرا صحفيا حاشدا في حديقة السادات بمدينة السلام. ودي أنا بقولش إن ننزل الناس تنتخبه، ده أنا بقول ده رد جميل، ده رد جميل اللي فعلا الراجل عمله لنا الفترة اللي فاتت، وقد إيه كان أمين معانا جدا في التعامل وفي القرارات الاقتصادية اللي هو خدها، وهو كان أمين حتى في التعامل لما قال لك يا ريت الناس تستحمل هتتعامل معاهم. وأنا عايز أحيي الشعب المصري، هو صاحب الإعجاز في اللي احنا وصلنا له دلوقتي، استحمل فاتوره الاصلاح الاقتصادي اللي احنا فيها دلوقتي. لازم نرسل رساله للخارج قبل الداخل ان دي انتخابات نزيهه، وان الناس على اقبال شديد للانتخابات لدعم السيد الرئيس لهذه الفتره، لان هو رجل المرحله حاليا. نظم المؤتمر مجموعه من نواب البرلمان المصري والمسؤولين عن دائره مدينه السلام للحديث عن اهم ما تم انجازه على مدار ثلاثه اعوام. نقول له كلنا معاك من اجل مصر الامن والامان، كلنا معاك من اجل مصر الاستقرار، كلنا معاك من اجل مصر لحبنا لمصر. اهم النقاط ان احنا بنعرف الناس بايه الانجازات اللي حصلت، وليه احنا مع الرئيس السيسي، وليه لازم الناس تنزل تشارك في الانتخابات. زي ما قال سيادة الرئيس انه مش مهم ننزل ننتخب مين، المهم ننزل، يعني مشاركة لازم الناس يبقى عندها وعي انها لازم تشارك. بنتكلم ان في مصداقية وكل واحد نازل مقتنع برأيه، والناس نازلة وكله بيشارك، شباب ومرأة وكله متواجد وفي حب وكله من اجل مصر شغال. مفيش ده ليه شعار وده ليه شعار، احنا كلنا وحدنا كلمتنا وكلنا بنقول تحيا مصر، وكلنا نازلين بنسبة وجودنا وبنسبة العالم كله ان احنا متواجدين على ارض الواقع. المؤتمر هو ليس الوحيد، بل هناك سلسلة من المؤتمرات او الفعاليات تجوب انحاء المحافظات وتدعو المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم من أجل حملة انتخابية ناجحة ونزيهة. مؤتمر حاشد من مدينة السلام لدعم ترشح المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، هو واحد من ضمن مجموعة من المؤتمرات التي أعدتها حملة كلنا معاك من أجل مصر. فسانت أكرم، النيل. أعلنت حملة المرشح الرئاسي مصطفى موسى إنها ستنظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا في 23 من الشهر الجاري، وذلك للإعلان عن البرنامج الانتخابي بالتفصيل. وأوضحت الحملة أنه يوجد قضايا وأساسيات في العلاقات الدولية تخرج عن حالة النقاش الانتخابي، مثل الاتفاقيات الدولية وأساسيات الأمن القومي ومؤسسات الدولة وأركانها. مصر على اعتاب انتخابات رئاسية تبدأ أولى جولاتها في 16 من مارس القادم. سيواجه رئيس مصر القادم تحديات كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
تحديات عدة يواجهها الرئيس القادم لمصر خلال سنوات حكمه وترسم مستقبل الوطن وفقا لترتيبه لأولويات هذه المشاكل وانتهاجه أسلوبا جديدا في علاجها يحقق طفرة في مستوى معيشة المواطنين وضمان أمن واستقرار الوطن. التحدي الأول هو تحدي الإرهاب، حيث لا يستطيع أي رئيس قادم أن يطرح قضية الإرهاب جانبا على الرغم من الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في عودة الاستقرار إلى ربوع مصر، إلا أن المنطقة تموج بتحديات كبيرة وأن دولا مجاورة لا تزال تواجه اضطرابات منذ سنوات، ناهيك عن اختلاف طبيعة الحروب التقليدية عن حروب الجيلين الثالث والرابع. أما التحدي الثاني وهو الاقتصاد المصري، فبالرغم من المشاريع التنموية العملاقة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وارتفاع معدل النمو لأكثر من 5% وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى رقم قياسي هو الأول في تاريخ مصر، إلا أن معدل التضخم لا يزال مرتفعا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الدين العام ووجود عجز كبير بالموازنة العامة للدولة. تحقيق العدالة الاجتماعية، فمنذ 25 من يناير والجميع يطالب بضرورة تحقيق هذا الهدف من خلال العمل على تحسين الخدمات المقدمة للجماعات الأقل حظا، وبالرغم من جهود الحكومة خلال الفترة الماضية في هذا الملف خاصة بعد الإعلان عن توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة، إلا أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفقر بلغت أكثر من 25% يعد هاجسا لأي رئيس قادم. أما التحدي الرابع وهو الأمن المائي، حيث تعد أهم القضايا القومية ويمثل تحديا كبيرا لأي دولة ويجب التصدي له وإيجاد الحلول العلمية والعملية له لمواجهة التحديات. الندرة المائية في المرحلة القادمة وتكثيف الجهود لتوعية وترشيد استهلاك المياه خاصة بعد بناء إثيوبيا سد النهضة على نهر النيل. التعليم، مشاكل التعليم في مصر لا حصر لها، تبدأ من الكتاب إلى المدرس إلى المدرسة، فالتعليم يلعب دورا أساسيا في تقدم الدول وازدهارها، لذا يجب على أي رئيس قادم وضع ملف التعليم في أولوية برامجه وسياساته كي يستطيع تحقيق أي نهضة حقيقية. التحدي السادس وهو ملف الصحة، فحسب الدستور المصري فإن الصحة تقوم على مبدأ حرية الوصول والرعاية المجانية للمواطنين كافة في المستشفيات المصرية، لكن نتيجة تراكم العديد من المشكلات على مدى عشرات السنين في تقديم الخدمة الصحية بمعايير وجودة أفضل، فهذا الملف بات يشكل عبئا على أكتاف الساعين لتطويرها، خاصة أن أبرز تلك المشاكل هو ضعف المخصصات المالية وغياب الرقابة ووجود عجز بهيئات التمريض. الزيادة السكانية، فخلال العقود الماضية لم يستطع أي رئيس أو حكومة التغلب على هذه المشكلة بالرغم من آثارها السلبية المتعددة وتأثيرها بصورة مباشرة على مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فأحدث الإحصائيات تفيد بأن عام 2017 شهد 2.5 مليون طفل جديد ليصل إجمالي عدد السكان إلى أكثر من 104 ملايين نسمة العام الماضي، ومتوقع أن يصل عدد السكان عام 2050 إلى 150 مليون نسمة. التحديات التي ستواجه رئيس مصر القادم كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، أما السياسية فيجب على أي رئيس قادم وضع خريطة سياسية تساعد على تهيئة المناخ السياسي لبناء أحزاب قوية، ليس عبر التدخل في عمل الأحزاب أو مساعدة حزب على حساب آخر، لكن من خلال رسم الإطار العام الذي تتحرك من خلاله الأحزاب وتهيئة انطلاقة حقيقية وقوية لبناء مصر الحديثة تنعكس آثارها على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها. يزور فلاديمير فرانكوف وكيل الأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب اليوم لمدة يومين بدعوة من الحكومة المصرية، ويناقش فرانكوف خلال الزيارة التهديد المتصاعد للإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدولي وفقا للقانون الدولي.
تصدر اليوم المحكمة الدستورية العليا حكمها في دعوى تناقض الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة بين مصر والسعودية والمعروفة باسم اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير. كان رئيس المحكمة الدستورية العليا قد أصدر في يونيو الماضي أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة باتفاقيتي تيران وصنافير الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، وتلك التي أصدرتها محكمتا القاهرة للأمور المستعجلة ومستأنف الأمور المستعجلة. افتتح وزير الآثار الدكتور خالد العلاني متحف تل بسطة بمحافظة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تأهيله وتطويره. وأكد العلاني خلال افتتاح المتحف أنه سيتم فتح المتحف 15 يوما مجانا للجمهور، وبعد ذلك بأسعار مخفضة للطلاب، مؤكدا أن الهدف من المتحف أن يكون مزارا أثريا وسياحيا يحكي تاريخ المنطقة لجذب السياحة الداخلية والخارجية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الشرقية مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، كيف تابعت افتتاح وزير الآثار لمتحف تل بسطة بعد تطويره؟ بالفعل يعني افتتح منذ قليل الدكتور خالد العناني وزير الآثار واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ورئيس قطاع المتاحف الدكتورة إلهام صلاح والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية متحف آثار تل بسطة الذي يقع على بعد 80 كيلومتر شمال شرق القاهرة. هذا المتحف هو ينقسم إلى جزئين، متحف مفتوح والذي يظهر في هذه الخلفية وفي هذا التمثال وهو تمثال لبوباستس وهي معبودة القطة التي كانت تهيئ للفراعنة على هذا الشكل، وهي معبود الرئيسي لتلك المنطقة وهي منطقة الشرقية. إذن هذا المعبد هو كان لعبادة القطة لدى القدماء المصريين، ثم تم بناء هذا المبنى الذي هو باللون الأصفر وهو متحف لجمع الحفائر المتواجدة في تلك المنطقة، وهو نتاج لجميع البعثات المصرية والأجنبية التي توالت على تلك المنطقة. عمليات ترميم هذا المتحف يعني تكلفت نحو 18 مليون جنيه من خزينة وزارة الآثار. هذه المبالغ تم تقسيمها لعدة أجزاء، المرحلة الأولى بدأت في عام 2006 وانتهت في عام 2010. المرحلة الأولى شملت يعني بناء مبنى إداري للعاملين بهذا المنطقة بهذه المنطقة الأثرية، إضافة إلى بناء المتحف هذا اللي هو الذي هو باللون الأصفر والذي يضم العديد من القطع الأثرية الهامة، أهمها بعض الفترينات الخاصة بالمعبودة الرئيسية لتلك المنطقة وهي باستس أو باستت. وهذا المتحف أيضا تم عمل له بعض الاحتياطات الأمنية من بوابات إلكترونية وكاميرات، كما تم عمل سور للمنطقة الأثرية بالكامل وهو سور حديدي. المرحلة الثانية بدأت عام 2017 وهي لتغيير الواجهات الزجاجية لهذا المتحف وعمل حوائط مبنية، خاصة وأن هذا متحف لابد من يكون مؤمن بشكل كامل، لذا تم إزالة كافة الحوائط الزجاجية وتحويل هذا المتحف من متحف موقع إلى مبنى متحفي كباقي المتاحف الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية كالمتحف المصري والمتحف الكبير المقرر افتتاحه في منتصف 2016. هذا المتحف أو هذا الموقع الأثري تولت عليه العديد من البعثات الأثرية منذ عام 1886 و1889، وهذه الحفائر يعني تم اكتشاف بعض المعابد في تلك المنطقة، أهمها معبد باستة الكبير ومعبد الملك بيبي الأول من الأسرة السادسة، فضلا عن قصر أم نمحات الثالث من الأسرة الثانية عشر، إضافة إلى تولت بعد ذلك بعض الحفائر من المجلس الأعلى للآثار والبعثات المصرية العاملة في تلك المنطقة، واكتشفت بعض الأدوات التي تعود إلى الحياة المصرية القديمة والتي تجسد الحياة المصرية القديمة وتعكس الاختلاف للعصور الفرعونية التي مرت بها محافظة الشرقية. هذه الأدوات أو هذه المقتنيات الأثرية عبارة عن بعض الأواني الكانوبية وبعض تماثيل الأوشبتي وتمثال للمعبودة باستت وهي إلهة القطة أو معبودة القطة لدى القدماء المصريين. أشرف مبارك من منطقة تل بسطة بمدينة الزقازيق بالشرقية، أشكرك شكرا جزيلا. نتحدث
نتحول إلى آخر تطورات الأزمة السورية، حيث ارتفعت حصيلة قتل المدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي الصاروخي التركي على مدينة عفرين بريف حلب في شمال سوريا إلى 149 شخصا بينهم 27 طفلا. تقدم القوات التركية في منطقة راجو الاستراتيجية شمال غرب سوريا التي شهدت قصفا جويا ومدفعيا عنيف على مدار يومين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العديد من القوات الشعبية. مخاوف دولية كبيرة من فرض حصار على مدينة عفرين السورية التي يعيش فيها مئات الآلاف من المدنيين، وذلك بعد تقدم القوات التركية في منطقة راجو الاستراتيجية شمال غرب سوريا التي شهدت قصفا جويا ومدفعيا عنيف على مدار يومين. القوات الخاصة التركية بدأت اقتحام راجو الاستراتيجية من عدة محاور بعد السيطرة على مناطق محيطة بقريتي ماملي العلوية والسفلية، كما استهدف الجيش التركي نقطة تمركز لقوات الحماية الكردية في قرية كورا التابعة لمنطقة راجو في عفرين، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العديد من قوات الحماية الكردية. المدفعية التركية جددت قصفها على مناطق في ريف جندريس، بينما تتواصل الاشتباكات بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة وبين الوحدات الكردية من جهة أخرى على محاور عدة في القطاع الغربي والشمال الغربي من ريف عفرين. القوات التركية استعانت بفصائل مسلحة موالية لها لتعزيز سيطرتها على راجو الاستراتيجية حتى تتمكن من الدخول إلى المناطق الثلاثة الواقعة على الجبهة الغربية لمنطقة عفرين كخطوة لتأمين الجبهات المفتوحة بين ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب التي تشهد قتالا داما بين فصائل معارضة وأخرى مسلحة. ومع دخول الجيش التركي منطقة راجو قد تكون المرحلة الأولى من عملية غصن الزيتون قاربت على الانتهاء بحسب ما يرى محللون، خاصة بعد سقوط خط دفاع منطقة عفرين فضلا عن سيطرة الجيش التركي على ما يقرب من 100 قرية، ما يشكل ثلث عدد القرى الموجودة في المنطقة. وبالرغم من المكاسب التي حققتها تركيا على الأرض في تضييق المساحة الجغرافية للوجود الكردي حول مناطق درع الفرات والذي تعتبره أنقرة تهديدا لها، إلا أنها حصدت نصيبها من الخسائر البشرية، وذلك بعد مقتل 60 شخصا من صفوف القوات التركية خلال 6 أسابيع من المعارك العسكرية للجيش في مدينة عفرين. الحرب المستعرة التي أججتها تركيا تثير مخاوف دولية من أن تبيت عفرين غوطة شرقية أخرى، خاصة مع دخول المرحلة الثانية من العملية العسكرية التركية والتي تستهدف تل رفعت الواقعة على الطريق لمنبج التي تسيطر عليها ميليشيات سوريا الديمقراطية، خاصة بعد أن ارتفعت حصيلة قتل المدنيين جراء القصف الجوي والمدفعي الصاروخي التركي على مدينة عفرين إلى 149 شخصا بينهم 27 طفلا. أظهرت الأمم المتحدة صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية حجم الدمار الشامل الذي أصاب عشرات المدن والبلدات الواقعة بمنطقة الغوطة الشرقية شرق العاصمة السورية دمشق خلال 3 أشهر. تزامنا أفادت مصادر طبية في غوطة دمشق بتوثيق مقتل 21 مدنيا، فيما أصيب آخرون بقصف جوي وصاروخي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية المحاصرة، خاصة مدن وبلدات حرستا والمرج ودوما. يذكر أن منطقة الغوطة الشرقية تتعرض منذ نحو أسبوعين لغارات جوية عنيفة أدت إلى مقتل 628 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 3500 آخرين. الصورة أبلغ تعبير عن الواقع المرير، حالة من السكون التام وانتظار يدرك أصحابه أنه وإن طال فقصير نسبيا، فالأمر كله لا يعدو 5 ساعات. 5 ساعات لا أكثر هي مدة الهدنة التي طرحتها روسيا وتريد فرضها عوضا عن قرار مجلس الأمن الذي ينص على فرض هدنة إنسانية لمدة 30 يوما في أنحاء سوريا. 30 يوما كاملة تختصرها روسيا في 5 ساعات، وليت الغوطة تأمن من القصف والغارات في تلك الساعات الخمس.
الهدنة الروسية المزعومة أنهت يومها الرابع الجمعة ووقفت سيارات الإسعاف عند مداخل الغوطة الشرقية تترقب من يخرج من الأحياء التي سحقتها الغارات الجوية والقصف المدفعي. لليوم الرابع على التوالي ناطرين خروج أهالينا من الغوطة الشرقية لاستقبال الحالات الإنسانية وتقديم جميع الخدمات لهم وللمرضى ولكل الجرحى ولكل من يخرج من الغوطة الشرقية. طبعا هو المعبر الوحيد الآمن معبر مخيم الوافدين، مجهزة سياراتنا بجميع اللوازم الطبية، سيارات ثابتة ومتنقلة، مستوصفاتنا مفتوحة على مدار 24 ساعة. تقارير صحفية سورية رسمية قالت إن من وصفتهم بالمسلحين المتمردين قصفوا مفترق طرق يفضي إلى الغوطة كي يمنعوا سكانها من الخروج. القصف هدأ إلى حد ما على الأحياء السكنية في الغوطة التي يقطنها نحو 400,000 مدني، لكن الجيش السوري يواصل ضغطه لإجبار مسلحي المعارضة للخروج من البلدة أو ما تبقى منها. والضحية كما هو الحال دوما في سوريا مدنيون لا حيلة لهم سوى انتظار الموت. قصفت طائرات التحالف العربي في اليمن مخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيا الحوثي في جزيرة كامران شمال غرب مدينة الحديدة، ودمرت مقاتلات التحالف أيضا تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى جبهتي كتاف والبقع شمال محافظة صعدة. وأوضحت مصادر أمنية أن فرق الاستطلاع الميدانية استهدفت جوا تحركات لعدة مركبات مسلحة تتجه صوب عناصرها على الجبهات، ما أسفر عن مقتلهم وتدمير كافة المركبات. أفاد مصدر في قوات الحشد الشعبي العراقي أن قوات من الحشد قتلت 6 عناصر من تنظيم داعش بعد تطويقهم جنوب كركوك. وأضاف المصدر أن قوة من الحشد الشعبي رصدت تحركات العناصر الإرهابية في قرية التويرية التابعة لناحية العباسي 55 كيلومترا جنوب كركوك، ما أدى إلى قتلهم جميعا في عملية نوعية. من جهة أخرى، أعلنت الداخلية العراقية اعتقال 17 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في عملية استباقية بمنطقة بادوش غرب مدينة الموصل. نشرتنا تتواصل معكم ونتابع فيها بعد وقفتنا الاقتصادية. الأحزاب الإيطالية تنهي استعداداتها تمهيدا لانطلاق الانتخابات التشريعية غدا الأحد. الرئيس السيسي يعقد غدا الأحد جلسة محادثات هامة بالقاهرة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن البدء اليوم في اتخاذ إجراءات طباعة بطاقات الاقتراع للانتخابات الرئاسية. مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين من القوات الشعبية التابعة للجيش السوري خلال قصف للجيش التركي بعفرين. الآن أولى وقفتنا ضمن هذه الأخبار النشرة الاقتصادية. أهم أخبار المال والأعمال مع زميلة بسنت خطاب. تفضلي بسنت. شكرا ريهام ودكتور علي ومرحبا بكم مشاهدينا. هذه وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل، وزير الزراعة يكلف البحوث الزراعية بالتركيز على استنباط أصناف عالية الإنتاجية وموفرة للمياه.
كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية بالتركيز خلال الفترة المقبلة على استنباط أصناف من المحاصيل المختلفة وخاصة الاستراتيجية تتميز بإنتاجيتها العالية وموفرة للمياه المستخدمة في الري. وشدد وزير الزراعة على ضرورة أن تكون الأصناف المستنبطة حديثا أكثر تحملا للملوحة وتتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة وأكثر قدرة على مقاومة الأمراض والآفات. كما كلف البنا مركز البحوث الزراعية بتكثيف الحملات والقوافل الإرشادية النباتية والبيطرية لتغطي كافة المحافظات من أجل دعم صغار الفلاحين والمربين. بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة مع ليوبومير بوبوف سفير بلغاريا لدى مصر بحث تكثيف سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالزراعة والغذاء والإنتاج الحيواني. وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء على ضرورة العمل على زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المختلفة وتدليل المعوقات أمام دخول تلك المنتجات لأسواق البلدين. وأضاف البنا أن من ضمن المجالات أيضا التي يمكن التعاون فيها البحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات والبعثات والوفود العلمية بين المراكز البحثية الزراعية. بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع نظيره العراقي محمد شياع السوداني سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة مجالات عمل الوزارتين ودراسة احتياجات سوق العمل العراقي من العمالة الفنية المصرية. وصرح سعفان عقب اللقاء بأنه تم التباحث أيضا حول إنهاء مشكلة تأخر صرف الرواتب التقاعدية للمستحقين المصريين والتأكيد على حلها. جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة 88 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعقدة حاليا بالعاصمة بغداد. كشف رئيس هيئة الرقابة المالية دكتور محمد عمران عن أن المجتمع المصري سيشهد اعتبارا من الغد بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح عمران أنه وفقا لتلك العقود سيحصل المواطنون من مالكي الشهادات البنكية المصدرة على تغطية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها 3 سنوات. وأشار عمران إلى أن الشهادة من فئة 500 جنيه سوف تمنح تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ 10,000 جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و 50,000 جنيه في حال الوفاة بحادث. عبرت منظمة التجارة العالمية عن قلقها بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم في تدخل نادر للغاية في السياسة التجارية للولايات المتحدة العضو في المنظمة. وحذرت المنظمة الدولية من نشوب حرب تجارية خاصة مع توالي ردود الفعل الأولية للعديد من دول العالم. وينظر إلى خطة ترامب للتعريفات الجمركية على أنها تهديد محتمل للنظام التجاري الدولي خاصة وأنها تستند إلى ادعاء الأمن القومي وهي منطقة مستثناة من قواعد منظمة التجارة. من جانبه حذر صندوق النقد الدولي من أن القيود الأمريكية على استيراد الصلب والألومنيوم ستتسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق ستشمل الاقتصاد الأمريكي داعيا واشنطن وشركائها التجاريين إلى تسوية خلافاتهما بشأن التجارة. وأضاف الصندوق أن قيود الاستيراد التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن تلحق أضرارا ليس فقط خارج الولايات المتحدة بل أيضا بالاقتصاد الأمريكي نفسه بما في ذلك قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد المستخدمان الرئيسيان للألومنيوم والصلب. نهاية أخبار الاقتصاد وهذه عودة من جديد لزملائي لمتابعة بانوراما. شكرا بسند. رحل عن عالمنا الإذاعي ماهر مصطفى مقدم البرنامج الشهير حكايات المحروسة عبر أثير راديو مصر وأحد مؤسسي المحطة. وقد توفي الراحل ماهر مصطفى عن عمر يناهز 71 عاما ويعد واحدا من رواد الإذاعة المصرية. رحم الله الأستاذ ماهر مصطفى.
يتوجه غدا الأحد الإيطاليون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تشريعية تجري وفقا لقانون انتخابات معقد من شأنه تقليل فرص حصول أي حزب على الغالبية المطلقة. يتنافس في هذه الانتخابات تحالف القوى اليمينية بقيادة رئيس الوزراء السابق بيرلسكوني وحركة الخمس نجوم الشعبوية والحزب الديمقراطي من يسار الوسط، وذلك في استطلاعات للرأي إلى تقدم تحالف بيرلسكوني. ساعات قليلة ويتوجه الإيطاليون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة بعدما أنهت الأحزاب المتنافسة في الجولة الانتخابية حملاتها الدعائية. من أبرز ملامح تلك الجولة الانتخابية ترشح زعيم الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ ماثيو رينزي والعودة القوية لرئيس وزراء إيطاليا السابق سيلفيو بيرلسكوني إلى الساحة السياسية. ويسيطر على المشهد السياسي في الانتخابات الإيطالية ثلاثة أحزاب، هي حزب النجوم الخمسة الذي يحمل برنامجه الانتخابي القضاء على الفساد والبيروقراطية وتخفيض الضرائب على الشركات وتحديد حد أدنى لدخل الإيطاليين. مهلا، إن جميع الأحزاب امتزجت بطريقة مشينة وتجاهلوا رموزهم وأسماءهم القديمة. جميع الأحزاب تقوم بعملية تغيير واندماج في تحركات، وحاليا الحزب الوحيد في إيطاليا هو حزبنا، حزب رابطة الشمال. يقوده في تلك الانتخابات ماثيو سالفيني، والذي يسعى إلى التحالف مع الأحزاب المعارضة للهجرة، وهو معروف بنزعته العنصرية والانفصالية. أنتظر تلك الجولة الانتخابية التي ستكون ضد الغزو الخارجي للبلاد. يوم الأحد سيكون استفتاء من يريد أن يحيا في الماضي فليصوت لرينزي، ومن يريد المستقبل فليصوت لنا. أما رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو بيرلسكوني يقود في تلك الجولة حزب إيطاليا إلى الأمام، الذي يدعو إلى إبعاد عشرات الآلاف من المهاجرين من البلاد ووضع سياسة حدودية صارمة. وتقوم جولة الانتخابات الحالية على قانون جديد تم إقراره في أكتوبر الماضي، واعترضت عليه حركة الخمس نجوم في حين أيدته الأحزاب الأخرى، وهو ما يشترط حصول أحد المرشحين على 37% من الأصوات ليؤهل للحكم مباشرة، وإلا سيتم اختيار رئيسا للوزراء بعد عقد اتفاق بين الأحزاب مثلما حدث في عام 2013. بانوراما النيل لا تزال مستمرة معكم، وفيها بعض الفاصل الرياضي. هوليوود تواصل استعداداتها قبيل ساعات من حفل إعلان جوائز الأوسكار 90 غدا. مع أهم أنباء الرياضة في هذه النشرة. الزميلة آلاء حامد تقرأ على حضراتكم النشرة الرياضية. إليك آلاء. شكرا دكتور علي، شكرا ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الجولة في أخبار الرياضة وأبرز ما فيها. المصري يحقق فوزا ثمينا على الأسيوطي ويتمسك بالمنافسة على المركز الثاني في الدوري الممتاز.